السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. احنا الآن كنتواجدوا بجنبات المستشفى الكبير بمدينة تمارة، مدخل خاص بالمستخدمين، تنبيه السرعة محدودة في 20، ولكن السرعة محدودة في 20 والافتتاح فاش محدود. هنا كما كنشوفوا المركز الاستشفائي الإقليمي الأميرة للا عائشة، كنتمنى من الله ان الافتتاح نشوفوه في القريب، والاخبار اللي كتروج هو ان الافتتاح ان شاء الله غيكون عما قريب، خصوصا كنشوفوا بزاف د الحويجات اللي تغيروا، واللي كياكد الامر ان الامور كلها مزيانه لداخل. بقى خاص غير الناس اللي غيخدموا هنا لداخل يتحولوا من المستشفى ديال السيد الحسن للمستشفى ديال لالا عائشه، كنتمنى من الله في القريب العاجل. هنا الله يحفظك، هنا مدخل خاص باللوجيستيك، كما كتشوفوا كانت فتحات الطريق من ليها عاودوا سدوها من هنايا، مدخل خاص باللوجيستيك كما كتشوفوا هنا المستشفى، اللهم بارك، صراحه خاصو يتفتح في اقرب وقت. وهذه رساله للسيد العامل، العماله ديال عماله الصخيرات تمارا راه الجنبات ديال هذا المستشفى حدا مجلس العماله، فكنتمنوا من الله في القريب العاجل يكون الافتتاح ويتحولوا دوك الناس اللي خدامين في واحد الظروف قاسيه جدا. الناس ديال المستشفى ديال سيد الحسن والله العظيم اللي خدامين في واحد الظروف ما كتفرحش، راه شي حوايج كنشوفهم بالعين راه والله العظيم اللي كيبقى فينا الحال، ما فيها ما يتصور، ما فيها ما يترول. الله يرحم الوالدين، كنتمنوا من الله ان المستشفى في القريب العاجل يتفتح، يستافدوا منه الساكنه ديال مدينه تمارا، الناس ديال تامسنا، عين عتيق، سيدي حيا، الصخيره، تامسنا، عين عوده، راه محتاجين للسبيطار. راه مشكله ملي كتشوف الناس كتجي كتجري من عين عوده وكيمشي لسيد الحسن والتكرفيس والروينه، وكنشوف الظروف ديال العمل، الناس الاطباء والفراملين اللي تما ما خدامينش في اجواء جيده. راه الظروف كتلعب دور، الظروف كتلعب دور في الاشغال وفي الخدمه وفي المورال وفي بزاف الحويجات. فالله يرحم الوالدين، هناك بشارات خير ان الافتتاح قريب، كنتمنوا يعجلوا به، كنتمنوا يعجلوا به، لان صراحه مدينه تمارا خاصه مستشفى كبير، مدينه تمارا خاصه مرافق ضخمه، مدينه تمارا خاصه ملعب كره القدم من الحجم الكبير، مدينه تمارا خاصه ادارات في المستوى العالي، مدينه تمارا راه اصبحت تضاهي العاصمه الرباط، راه الجيران ديال العاصمه الرباط، راه محسوبين على الرباط العاصمه، عاصمه الانوار. كنتمنى من الله يوصلنا شويه النور من داكشي اللي في الرباط، كنتمنى من الله انه السيد الوالي يحرك هذا الباب حتى هو كذلك، الله يسخر الامور. حنا متفائلين وكنشوفوا الاشغال كيفاش غاده، وشحال من حاجه كتفرح بالحضور ديال السيد الوالي والسيد العامل، الله يسخر والله يدير اللي فيها الخير. غنحاول نجركم للجهه الاخرى لان الطريق هنا مسدوده، هنا الوفاق اللي راه المحكمه الابتدائيه كما كتشوفوا، ها هي المحكمه الابتدائيه كتبان من هنا، هنا الوفاق، كنتمنى من الله يديروا شي طريق من هنايا دوز فوق السكه، شي طريق تكون مزيانه صراحه باش نحيدوا هذيك العزله وبزاف الحويجات. هنا المركز الاستشفائي كما كتشوفوا، هنا اقصى اليسار المركز الاستشفائي الاقليمي، الله يسخر الامور، في انتظار الافتتاح ان شاء الله نشوفوا الامور تكون مزيانه. الى هنا متابعينا الكرام كنقول لكم ما تنساوش تخليو واحد التعليق، تخليو لايك، تخليو الاشتراك ديالكم باش يوصلكم الجديد. وهذه هي البلاصه ديال السبيطار، الناس اللي ما عارفينوش راه جاء امام التجهيزات الطبيه والجراحيه، وجاب الجنبات ديال يا ربي تبنى الشهاده ديال مجلس العماله وعماله الصخيره تمارا، الله يسخر الامور. الى هنا متابعينا الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.